نقطة إيجابية جدا جدا، بنتكلم على التحكيم أو بنتكلم على إدارة الحكام للمباريات الكبيرة، وكل مباريات اليورو كلها مباريات كبيرة. الحقيقة الظاهرة اللافتة للنظر في البطولة ديت إن الحكام والإشادات الكبيرة جدا جدا ليهم في الماتشات الكبيرة اللي بتتلعب في اليورو 2020 قدموا طبعا يعني مستوى أكتر من رائع، مستوى أكتر من رائع، إذا كان حتى حكام الساحة أو لو كان كمان على حكام الفار. وإحنا كنا يمكن كمان الفار كنا بنتكلم عليه يعني كان في بعض السلبيات، لكن أعتقد اليورو 2020 بتقدم صورة رائعة للتحكيم يعني المثالي، وكمان عن طريق حكام الفار اللي بيقدموا طبعا كمان يعني أداء أكتر من رائع في يورو 2020.